USA Today بتقول ناسا تعلن عن تفاصيل رحلتها للشمس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وفقا لهذا التقرير في USA Today بتقول أنه الأسبوع الجاري سيتم الإعلان عن تفاصيل الرحلة الأولى اللي بتحمل عنوان مهمة إلى الشمس. ناسا بتقوم برحلة فضائية غير مسبوقة لكي يتم لمس الشمس، وبتشير إلى أن الرحلة دي هتنطلق في صيف 2018، وسفينة الفضاء المخصصة للعمل ده هتكون في المجال الجوي للشمس. الوصف تحديدا قالوا تصريح واضح لوكالة ناسا أنه سفينة الفضاء دي اللي ستؤدي تلك المهمة ستتواجد في مسافة 4 مليون من سطح الشمس، وستكون مصممة لمواجهة مستويات غير مسبوقة من الحرارة والإشعاعات التي لم تتعرض لها أي سفينة فضاء سابقة. وناسا قالت أن المهمة الفضائية للشمس دي ستقود لإجابات على أسئلة ظلت بلا إجابات منذ عقود عن فيزياء النجوم تحديدا وآلية عملها.